من عمان معي دكتور أشرف بني محمد، الخبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. مساء الخير، أهلا بك معنا. سنبدأ بما ختمت به زميلة منى عواد تقريرها. بداية طبعا، كيف تبعت هذه الحلقة الجديدة بالاتحاد الأوروبي وتشريعات هذه المهمة؟ ونحن في الشرق الأوسط، أين نحن هنا؟ هل نحن مقبلون على هكذا خطوة أم بعيدون؟ أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا وسهلا. الخطوة متوقعة لأنه مخطط لها من 2012، من لما بلش الاتحاد الأوروبي في دراسة موضوع الخصوصية، فهي مرت في عدد كبير من المراحل لحد ما أقرها البرلمان الأوروبي. أعتقد أنه الخطوة كثير جدا مهمة بالنسبة للحفاظ أو خلينا نحكي تقليل جزء من التعدي على الخصوصية للأفراد. يوجد فيها القانون الكبير أو التشريع الكبير، يحتوي على حقوق كثيرة للمستخدمين، لكن مرة أخرى المستخدم يجب أن يطالب بحقوقه. أما بالنسبة للشرق الأوسط، أعتقد أنه إحنا مستفيدين من هذه الخطوة، لأن الشركات إذا لاحظتوا خلال الأيام السابقة العديد من الشركات وصلتنا إيميلات تفيد بتحديث شروط الخصوصية. يعني معظم الشركات الكبيرة تعمل في أوروبا، فإحنا استفدنا بالمعيه زي ما بيحكوا، فاستفاد الشرق الاوسط. اعتقد انه اذا الدور الاول اذا اردنا ان نستفيد بشكل كامل من هذه الحقوق ان نعتمد على المستخدم، كيف يطلب المستخدم هذه الحقوق. اذا عرفنا انه اكثر من 96% من الناس لا تقرا شروط واحكام الخصوصيه، فحتى مع التحديث الجديد الناس لا تقرا الا ما هو موجود او ما لهم من حقوق في احكام الخصوصيه الجديده. صراحة أيضا هناك جزء كبير يقع على الشركات، لأنه قراءة شروط الخصوصية مرات تتطلب من المستخدم العادي أكثر من 244 ساعة حسب دراسات معهد بيولا. نعم، فقراءة شروط الخصوصية ليست بسهل، لكن وأصبحت معقدة جدا. هو مقصود الموضوع هو ليس مقصود، لكن بعد التعديلات الأخيرة كان الأسلم للشركات أن تضيف دون مراجعة. فالآن شروط الخصوصية جميعها إذا لاحظتوا خلال فقط الأسابيع الماضية، من خلال الأسبوع الماضي، العديد من الإيميلات الشركات بعثت لنا والتطبيقات بعثت لنا بتحديث هذه الشروط. قراءة الشروط يأخذ وقت كبير، لأنه تم إضافة، هي أي أصلا صعبة، ومع التعليمات الجديدة من الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر صعوبة. وحذرا المحامين أضافوا جميع ما يمكن إضافته إلى هذه الشروط، فأصبحت قراءتها شبه مستحيلة يعني كاملة. بس ضروري دكتور أشرف كله، يعني ما في بالإمكان اختصاره بأكثر شيء مهم أنه أنا أتنبه له؟ هلا أكثر شيء مهم أنه كمستخدمين نتنبه له، يعني اللي هو إحنا كيف عم بنشارك معلوماتنا، كيف عم نتواصل مع الناس. إحنا في عندنا حق هلا الجديد صار في حسب الاتحاد الأوروبي، إذا كنا من مواطنين الاتحاد الأوروبي صار لنا الحق بحذف هذه البيانات، المطالبة الشركة في حذف جميع هذه البيانات. الآن كمان مواطنين الاتحاد الأوروبي لهم الحق أيضا في المعرفة التامة بأنه تم اختراق أي من بياناتهم خلال 72 ساعة، وإذا لم يتم ذلك الشركة تتعرض للمخالفات. لكن كمان أعتقد أنه العقوبات أن تصل 4% ويمكن أن تصل إلى 20 مليون دولار ليست بالعقوبات، لن تكون بالعقوبات رادعة للشركات الكبيرة. بعدين الحلقة يعني عم نحكي عن المستخدم، عم نحكي عن الشركة، يعني ورد بالتقرير في نقطة مهمة. نعم. موضوع الشفافية، لازم الشركات يكون عندها كمان شفافية بموضوع البيانات، بيانات المستخدمين. وفي موقع تواصل اجتماعي، يعني العملية لما بصير في كتير أكثر الموضوع فضفاض، لما يكون في أكثر من شخص هو مرهون في العملية بأساسها. العملية معقدة جدا. هلا بالنسبة للشركات ليست مرتبطة بأشخاص محددين، حتى شركات البيانات التواصل الاجتماعي الكبيرة تعتمد في جزء كبير منها على تخزين البيانات على الكلاود كومبيوتينج، الحوسبة السحابية. هذه البيانات لا نعلم أين هي مخزنة، في كثير من الشروط والأحكام تقع هناك. صح. الخصوصية على البك، فالحفاظ على الخصوصية ليس بالعملية السهلة، لكن أرجع وأكد
المستخدم هو المسؤول الأول فيما يشاركه وفيما يقدمه للشركات لكي تستطيع استخدامه. فباعتقادي مهما تم تحديثات ومهما وضعت من قوانين يبقى المستخدم هو الشخص الأول المسؤول، حتى القانون هو المسؤول بشكل أساسي. شكرا جزيلا دكتور أشرف بني محمد، خبير تقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية.